اخر الشيفس في العالم العربي في تحدي سرعه مع اي تي بالعرب. 1 2 3 انطلق. ربحنا. يعني قابلتك قبل الجائزة قلت لي مش متوتر وهي طلع الهدوء جاب نتيجة. أنا ماني متوتر بس ما كنت أتوقع إني أطلع رقم واحد، فصراحة صعب كثير إنه هلا عندي مسؤولية كثير كبيرة. المسؤولية والله، وأنا أصلا العالم الإكسبكتيشن تبعتها كثير عالية، والله وشو بدي أعمل بعدين. فبالنتيجة دي بيكون احتل أورفلي براذرز المركز الأول كأفضل مطعم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد ما تفوق على 49 مطعم شاركوا في ترشيحات جوائز مينا 50 بيست ريستورانتس 2023. وفي حدث زي ده متخصص في الجوائز اللي بتمنح للمطاعم والشيفس، طبيعي يكون فيه مشاركة لشركة فودكس المتخصصة في تكنولوجيا إدارة المطاعم وعملياتها الأفضل والأكبر في الشرق الأوسط. السنة الماضية احنا كمان كنا موجودين معاكم، من السنة لليوم شو اللي تغير بفودكس ككومباني؟ الحمد لله فودكس كبرت ضعفين من السنة الماضية. اليوم احنا حول اكثر من 650 موظف في اكثر من 8 مكاتب حول العالم. فتحنا مكتبنا الهندسي والبرمجي في امستردام. قديه مهم مشاركتكم ووجودكم بهيك ايفنت؟ صراحة رسالة فودكس من يوم ما أسسنا الشركة إنها تو امباور ونساعد ونوقف بجنب أصحاب المطاعم والقطاع هذا. هذا القطاع مهم جدا وعزيز علينا جميعا. وكمان مشاركتهم السنة دي كانت بجائزة تكريمية فودكس آيكون أورد. خصصنا جائزة خاصة باسم فودكس عشان نأكد دعمنا المستمر لهذا القطاع ورواد القطاع. والجائزة دي كانت من نصيب الشيف أنيسة الحلم. We believe in our authentic and local talents and their potential, and our bet on them never fails. هاي الجائزة شو بتعني لك؟ شو بتضيف لمسيرتك؟ دائما حلو الواحد يعترفه بشغله. بعدين it's always a great pleasure to be awarded يعني. والفايبس في الحدث ده كانت فن قوي ومليانة بايتس من الأشكال والألوان. وده فتح نفسنا عشان نلعب جيم، فقررنا نتحدى المرشحين وضيوف الحفل. وأول جيم كانت Color Your Plate. كيفك مع الطبخ أول شيء؟ أنا عاد صراحة آكل بس ما أطبخ. بس زين البرزنتيشن كمان ما بتزين؟ والله أنا بشوف عادة وبحكم الطبق حلو ولا لا من زينة الشكل. طب يلا هاي منيحة، مع يتيب العربي أول مرة بتجرب تزين الصحن، تفضل زين. أحمد هذا مش بوفي. فيك تستخدم طماطم، شمندر. أو شو رأيك؟ والله صراحة صحن مشهي. حبيت اندماج اللون الأخضر مع البرتقالي. والتحدي كان بين أكتر من شيف معاهم دقيقة واحدة عشان يخلصوا تزيين الطبق. 1 2 3 انطلق. باين ان محمد أورفلي حظه حلو في اليوم ده، فمش بس ربح الجائزة كمان فاز في التحدي ده. خلاص خلصت؟ واو، ب 40 ثانية صرت مزين الصحن. والتحدي ده ما كانش الوحيد اللي اختبرنا فيه سرعة الشيف. بدك تختار رقم من 1 لـ 4. 4. عندك 10 ثواني تعطيني أكلات من باذنجان بس، من غير ما تدخل لحمة، سمك أو دجاج. ستار أوف ذا ديش هو الباذنجان، معك 10 ثواني، انطلق. متبل، بابا غنوج، إيج بلين بارميزان، مقلوبة. قول انت معايا. ايج بلانشيب. 4 ينفع. اوكي فاين. اختار رقم من 1 لـ 4. 3. زهرة لعبتي المفضلة، مقلوبة زهرة، زهرة بيوريه، كسكس زهرة، زهرة مقلية، زهرة مشوية، زهرة ستيك، مقالب الزهرة. ستوب. وعشان تكون المنافسة أصعب، دخلت الشيف سلام اللي حصلت على جائزة Best Female Chef لسنة 2023 في التحدي. أوه، نعمل فيها بطاطا حرة. لا لحظة يا شيف سلام،
ما تستعجليش وخلينا نحط التايمر. بطاطا مهروسة، بطاطا حرة، بطاطا وبيض، بطاطا مقلية، بطاطا وفلفل أحمر وبصل، بطاطا وثوم، بطاطا. كم واحدة صاروا؟ 5-6. وبكده النتيجة بتكون انحسمت للشيف علي الغزاوي اللي قدر في 10 ثواني انه يعد 7 أكلات مقابل 6 أكلات للشيف سلام و4 أكلات للشيف حاتم مطر.